ليلة القدر سميت بليلة القدر من أجل عظيم مكانتها ومنزلتها. نقول رجل عظيم القدر أي المكانة والمنزلة، وهذه قد سماها الله ليلة القدر، ليلة الشرف والرفعة والعز والمكانة الجليلة عند الله. وقيل سميت ليلة القدر بليلة القدر لأنها ليلة كتابة المقادير فيها، وقد صح أنها هي الليلة التي تكتب فيها المقادير الحولية، التقدير الحولي الذي يكون كل عام، فإنه تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يستمر بالمرء كل يوم وليلة حتى يقضي ما قدر الله عز وجل له. وفي سورة الدخان قال الله تعالى: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يكتب فيها مقادير الخلائق ذلك العام، قال حتى يكتب فيها القحط والمطر والخصب والجدب والعزيز والذليل والحاج والداج وكل ما أراده الله في تلك السنة. هذه الليلة الجليلة هي ليلة القدر، وأعظم بركاتها أنها الليلة التي شرفها الله جل جلاله بإنزال القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر هو تفصيل لما أجمل في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كان في ليلة القدر منه تحديدا على وجه الخصوص. ولذلك قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هو الكتاب المبين الذي أقسم الله تعالى به في صدر السورة.